الحولي 25/5 طفل يروي قصته 26/5 أول ما أميرة كان في الجيش فات على البيوت صارخ وقالت إنه ليش عم يخرج تعبوا على التبان قلت له تعبوا على التبان إحنا نتخبى فيه بعد نص ساعة نطلع قلت على التبان من بين نص ساعة طلعوا والعالم صار كل دمع لما نطلق على الجيران شو شفت أنت؟ شفت الجيران الجيران عم يذبحوا والولاد والشباب كبار وصغار شفتوا ولاد صغار؟ طفل واحد قدو في حدا من رفقاتك؟ كلهم أيهم شفيق أيهم شفيق؟ ايه ولاد ولاد ياسير ياسير عندهم كلهم عندهم ياسمين مها كلهم عندهم طيب شو تقول له بالشهر؟ خلوا الحال عنا خالد وروح اسقط خلينا نعيش بسلام وخير وانت شو بدك تقول يا لبشار؟ خلوا الحال عنا وخلي يصير كلابنا الحولي هاي حال اطفال الحولي الان 26/5/2012